كوسه متقطعه شرايح، تمام؟ ما تجيبوا الكوسه يا جماعه، كوسه متقطعه شرايح، بننقي الكوسه الصغيره ونقطعها شرايح، لا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه، تمام؟ هنحتاج زبادي، يعني كل ما الزبادي كتر بيبقى الدنيا احسن، فعلبتين زبادي من الكبار. وهنحتاج كمان زبده، عندنا كمان ملح وفلفل اسود. اما التتبيله بتاعتنا اللي هنتبل بيها الزبادي وهنتبل بيها الكوسه هتكون عباره عن ايه بقى؟ حاسه ان انا حاطه لكم المقادير بشكل مش لطيف. حلو كده؟ حلو كده يا استاذ حمدي؟ تسلموا والله. عندنا بقى ربع كيلو من الفلفل الحامي، عندنا احمر وعندنا اخضر، ميكس بقى حراق وبارد، تمام. هنحتاج كمان حوالي 6-7 فصوص من الثوم، ربع كوبايه من عصير الليمون، وربع كوبايه من الخل، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، وكمون وملح. بس كده، دي مقادير التتبيله اللي هنتبل بيها الكوسه وهنتبل بيها الزبادي. الكوسه يفضل نجيب الكوسه الصغننه اللي هي بتبقى رفيعه، ونقطعها ترانشات، تبقى بصوا السمك بتاعها اهو بالشكل ده باينه معانا، بصوا اهي باينه هنا اكتر، بصوا اهو تقطيعه 10/10. خلاص قطعنا الكوسه بتاعتنا، طبعا غسلناها وهي سليمه الاول، ضروري جدا. والكوسه بتبقى من الخضروات اللي فيها رمل كتير، فالافضل وبيبقى لازق كده على القشره بتاعتها، فالافضل ان انا اعمل لها عمليه كحت. عارفين مقوار كده الجزء المشرشر منه ده بيبقى لطيف قوي، بيدي كمان شكل حلو. فبعمل عمليه الكحت دي علشان لو في اي رمله لازقه في الكوسه فبتتلاشى خلاص، والدنيا بتبقى زي الفل. بغسلها وهي سليمه، وبعد كده اقطعها، واكون لابسه جلافز علشان فيها ماده صمغيه كده ما بتطلعش من الايدين بسهوله. خلصنا تقطيع الكوسه، خلاص تعالوا بينا كده نعمل التتبيله، ولا نروح نشوح الكوسه؟ تعالوا نشوح الكوسه الاول. ناخد الزبده ونروح كده على الوك اللي احنا حاطينه على النار، وانزل الزبده بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي حلوه، هتعجبكم قوي، والناس اللي بتحب الكوسه، في ناس كتيره بتحب الكوسه، انا من عشاق الكوسه بصراحه. بنبقى بندور ناكلها ازاي غير الطبيخ التقليدي يعني، فدي من الوصفات، واللي ما بيحبش الكوسه هيحبها. حطيت الزبده كده، تمام، وابتدي بقى انزل الكوسه بتاعتنا بعد طبعا ما اتصفت من الميه، ما فيهاش ميه، عشان نشوحها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقليبه كده عشان اوزع الزبده فيها كلها، خلاص، واسيبها بقى ايه تتشوح، تمام. هسيبها بقى تتحمر من وقت للتاني، ندي تقليبه لغايه ما تتحمر معانا وتستوي. دي اهم حاجه ان هي تستوي، هي بتستوي بسرعه بصراحه. في التوقيت ده تعالوا بينا نبتدي نجهز ايه التتبيله. والتتبيله المعتاده اللي انا بحبها جدا وبستخدمها في حاجات كتيره جدا هي دي، اللي هي بتبقى عباره عن فلفل احمر واخضر، ميكس بقى ما بين الحامي والبارد على حسب انا بحب ايه، بحبها حامي قوي او الحاجه بتبقى سبايسي قوي، او بحبها لا يا دوبك كده حاجه بسيطه، فتحطي بقى الفلفل الحامي على قد ما انت بتحبي. هحط هنا الثوم، الليمون، والخل، هنضيف كمان الكمون والكزبره، وما ننساش طبعا اهم حاجه الملح، ملح بقى معلقه كبيره. معلقه كبيره كده مليانه علشان تظبط معانا الطعم. والخلطه دي يلا في اي سلطه تقدري تحطي منها معلقه، في اي مخلل بتعمليه تقدري تحطي معلقه، تتبلي بيها السمك، تتبلي بيها، حطيها في الفول وانتي بتوضبيه، يعني ليها استخدامات عدة. بسم الله. شغل بقى.
كده تمام. بسم الله. الخلطه بقت خطيره، بصوا معايا اتفرمت كل المكونات مع بعض، الطعم بيبقى حلو قوي زي ما قلت لكم، استخداماتها كتيره قوي فهتعجبكم جدا والله. هتخلي لي بتنجان، هتخلي لي طماطم، هتخلي لي كوسه، هتخلي لي اي حاجه حطي معاها، هتساعدك جدا يعني هتوفر عليكي وقت كبير والله. برضو مسافره مصيف ولا حاجه، اوعي تنسي تعملي شويه زي دول كده في برطمان وتاخديهم معاكي، هينفعوكي جدا. هتعملي اكله سمك، يلا هتنفعك قوي، هتوضبي فول الصبح للفطار فمش هتستغني عنها بصراحه، وهتوفر لك وقت كبير انك كل يوم تقعدي تفصصي الثوم وتدقيه والكلام ده كله. تعالوا بينا نقلب بقى، نقلب الكوسه كده تقليبه، وريحه الكوسه طالعه هايله مع الزبده كده تحفه. مش محتاجين نغطي ولا حاجه، هي مع التحمير ده او مع الحراره دي الكوسه من الحاجات اللي بتستوي من الهواء فهتستوي على طول. تعالوا نجهز بقى سلطه الزبادي. هجيب بقى ايه طبق اغوط شويه عشان اعرف اتعامل معاه. والزبادي بتاعنا هبتدي احطه، واحط معاه معلقه كبيره من الخلطه دي، وفيها الليمون والثوم والخل وكل حاجه، ونقلب. وادي كده سلطه الزبادي ايه تحفه على السريع. كده تكون جاهز معانا السلطة أو الصوص الزبادي بالشكل ده، خلاص جاهز. فاضل بس إن أنا أخلص الكوسة وأشوحها التشويحة المحترمة عشان تستوي ونطلعها على طول. هايل، مش عايزة أغطيها. ليه بقى؟ أنا لو غطيتها إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ إن هي مش هتتحمر. اللي هيحصل إن هي لما تتغطى هتبتدي تخرج السوائل بتاعتها وتغلي فيها، وبالتالي تطرى معايا كده ويبقى شكلها مش لطيف. أنا عايزاها تاخد لون كده فيه تحميرة شوية عشان يبقى شكلها ألذ. زي ما انتم شايفين كده الكوسة خلاص اتحمرت كده مع الزبدة وشكلها بقى تحفة. هديها بس رشة فلفل أسود صغيرة. ونكمل تشويح فيها. كده خلاص الكوسة استوت تمام، لا جدال يعني، استوت استوت. احنا مقطعينها شرايح الى حد ما رفيعة تمام، اتحمرت كده وخدت تحميرة لطيفة مع معلقة الزبدة. تعالوا بينا بقى نروح نازلين عليها بمعلقة من التتبيلة الخطيرة اللي احنا عملناها، ونقلبها تقليبة علشان تبقى جاهزة خلاص ان هي تتقدم. حلو قوي، يلا بينا. ادي الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، هاخد منها معلقه محترمه كده ونروح منزلينها فوق الكوسه ونكمل تقليب. كده بقى الكوسه تشبعت من التتبيله اللي احنا عاملينها، يبقى طعمها لذيذ قوي. طبق فاتح للشهية بسيط جدا بخضار، يمكن ما في كتير ما لهمش اقبال عليه، بس مع الوصفة دي اعتقد يعني هيبقوا مبسوطين جدا لما ياكلوه. ناخد بقى الطبق بتاع التقديم وابتدي افضي الكوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد وصفة خطيرة دي، انا الفتها امبارح، امبارح ولا اول امبارح يا ريهام؟ امبارح كنت جعانة، كنت جعانة والفتها. لا تحفة بجد، حسيتها كده هتبقى يعني لذيذة قوي ولايقة قوي 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 مع الحر تمام، خاصة كمان ان احنا هنحط لها بقى الزبادي كتير في الحر، ملناش نفس ناكل، محتاجين حاجة تفتح الشهية، فمفيش أحلى من كده.
خلاص ده كده الكوسه المتحمره اللي اتحط لها جزء من التتبيله اللي احنا عملناه. تعالوا نرجع بقى لصوص الزبادي اللي احنا عاملينه عشان نهدي الدنيا بقى شويه، توم وفلفل وسبايسز كده وحاجات، فتعالوا نهدي الدنيا شويه بشويه السلطه او الصوص الزبادي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق خطير مغري. عندنا بقدونس يا ريت والله العظيم. ماشي يا ريم، اسلم عينيكي. بسرعه بقى، توم يعني بقدونس يا جماعه، يعني على طول اول ما نحط في حاجه توم كده فندي بقدونس كتير هيبقى لطيف قوي. بس كده ممكن في النص بقى شويه دول. عايزاكم تتخيلوا بقى الميكس ده يبقى عامل ازاي، تحفه. شويه بقدونس كمان وهتلاقوا بقى الطعم ظبط قوي. عايزين نظهر كده الكوسه تستخباش. زي ما قلت لكم الكوسه بقى استوت والدنيا لطيفه جدا. شويه بقدونس كده على الطبق وبالف هنا وشفا، طبق سلطه لذيذ و يعني على قد ما هو كده يعني ايه يفتح النفس وفي حاجات كده ونكهات كتيره قويه، بس في الاخر الزبادي هيظبط الدنيا ويهدي المواضيع.